السابعة مساء هنا من الحياة فما أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية ونستهلوها بأبرز العناوين. مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بتونس لفائدة الأشخاص والأسر فقد السند يستأنف نشاطها. الشركة التونسية لصناعة الحديد الفولاذ تسجل عجزا ماليا بقيمة 25.8 مليون دينار. إحباط 11 محاولة هجرة غير نظامية وضبط 430 مهاجرا غير نظاميا في ليلة واحدة. زغوان العثور على جثة طفلة مشوهة الوجه ومفقوعة العينين ووزارة المرأة على الخط. ووزيرة المالية تلتقي سفير الاتحاد الأوروبي بتونس. إلى تفاصيل النشرة، حيث أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنه تبعا للإشعار المتعلق بالعثور صباح اليوم الجمعة على جثة فتاة قاصر مشوهة الوجه ومفقوعة العينين بجهة المقرن من ولاية زغوان، ومتابعة لتداعيات هذه الجريمة الشنيعة على أسرة الضحية وأطرابها بالمدرسة، كلفت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن المصالح المختصة بالوزارة بتأمين المتابعة النفسية الفورية لفائدة شقيق الضحية البالغ من العمر 9 سنوات والتنسيق فوري مع الهيكل المعنية بالمندوبية الجهوية للتربية والشروع يوم غد السبت في تأمين المتابعة والإحاطة النفسية لكافة تلاميذ المدرسة الإعدادية وتكليف مصلحة المرأة بولاية زغوان بالمتابعة النفسية للأم الضحية والتنسيق لإعداد بحث اجتماعي حول الأسرة الضحية. وتجدر الإشارة أن ضحية الميذة من مواليد سنة 2000 وأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان أذنت بفتح بحث تحقيقي من أجل القتل العمد وعرض الجثة على التشريح لتحديد أسباب الوفاة. جاء في المعطيات المالية للشركة التونسية لصناعة الحديد الفولاذ الصادرة اليوم الجمعة على موقع بورصة تونس بأن الشركة سجلت عجزا ماليا خلال سنة 21 و2000 بما قدره 25.889 مليون دينار، ليبلغ بذلك عجز الأموال الذاتية 333.019 مليون دينار، كما بينت الأرقام الواردة في هذه الوثيقة ارتفاع مديونية الشركة لتصل إلى 564 مليون دينار خلال ديسمبر 21 و2000. أفادت المحامي إيناس حراث اليوم الجمعة أن المحكمة العسكرية أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق سيف الدين مخلوف النائب السابق في مجلس النواب المنحل ورئيس ائتلاف الكرامة الذي مثل اليوم أمامها اليوم للاعتراض على الحكم الصادر في شأنه بالنفاذ العاجل ب14 شهرا. تمكنت الوحدات البحرية بمناطق قرقن المهدية صفاقس بإقليم الحرس البحري بالوسط ليلة البارحة الخميس من إحباط 11 عملية هجرة غير نظامية بالسواحل التي تعود إلى مرجع نظرها، وضبطت الوحدات العايمة وفق النطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني 430 مهاجرا غير نظاميا بينهم 356 من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. كما أكدت الإدارة العامة للحرس الوطني مواصلة حماية الحدود من التسللات وأنها وضعت الرقم الأخضر 194 الخاص بقاعات العمليات البحرية حرية على ذمة المواطنين للإعلام عن عمليات الهجرة غير النظامية ومعاضدة مجهود الدولة في التصدي للمتاجرين بقوارب الموتى. وتمكنت الوحدات ذاتها خلال نفس الليلة وحدات الحرس الوطنية العاملة بجهات الشابة المهدية جبنيانا من القبض على 6 أشخاص من بينهم 2 من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء كانوا بصدد تحذير للأبحار باتجاه إيطاليا. وألقت وحدات الحرس الوطنية العاملة بجهات غار الدماء والقلعة الخصبة وبوشبكة وفريانا القبض على 39 شخصا من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ومعهم فتاة تونسية بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية بطريقة غير نظامية. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أن مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بتونس قد استأنف نشاطه ابتداء من غرة فيفري الجاري في تقديم خدماته لفائدة الأشخاص والأسر فقدي السند العائلي والمادي والمعنوي والمهددين بالتشرد والوافدين من داخل الجمهورية للتداوي من المعوزين وذوي الدخل المحدود والأطفال المهددين وفي حالة إهمال من الجنسية التونسية دون سواهم، على أن يتم توجيه باقي الوضعيات من الأطفال المهددين إلى المركز الاجتماعي لملاحظة الأطفال بمنوبة. وختاما، مثل تعاون القائم بين تونس والاتحاد الأوروبي ومدى التقدم في تنفيذ برامج التعاون المالي والفني المشتركة ومرافقة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، أبرز محاور اللقاء الذي جمع صباح اليوم بمقر الوزارة بالقصبة سيام البغديري النصية وزيرة المالية بسفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركيس كورنارو، وذلك بحضور ثلة من إطارات الوزارة. واعتبرت الوزيرة بالمناسبة أو عبرت الوزيرة بالمناسبة عن ارتياحها لمستوى التعاون القائم بين الجانبين وتطلعه إلى مزيد
تعزيزه وتنويعه خاصة في المرحلة القادمة، مشيرا إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع تونس والاتحاد الأوروبي وما تتميز به متانة وتنوع ومثمنة الدور الهام الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في مساندة تونس سواء عبر دعم الميزانية أو من خلال برامج التعاون الفنية في المجال المالي. نهاية النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. مركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بتونس لفائدة الأشخاص والأسر فقدي السند يستأنف نشاطها. الشركة التونسية لصناعة الحديد الفولاذ تسجل عجزا ماليا بقيمة 25.8 مليون دينار. إحباط 11 محاولة هجرة غير نظامية وضبط 430 مهاجرا غير نظاميا في ليلة واحدة. وزغوان العثور على جثة طفلة مشوهة الوجه ومفقوعة العينين، ووزارة المرأة على الخط. نهاية النشرة الإخبارية، قدمها لكم نصر الدين حميدة. إلى اللقاء.